مقابلات حصرية مع أطفال بي جي كيدز. دعونا نتعرف على صديقتنا في هذه المقابلة. ما اسمك؟ نايا. كم عمرك؟ 5. من أكثر شخص تحبه؟ ماما وبابا وتيتا وفان. لماذا؟ عشان يخلوني أكل نوتيلا. ما أكثر شيء تحبه؟ نوتيلا. كيف ترى الحياة بعد 50 عام من الآن؟ حلوة. نراكم إلى اللقاء.